حدثنا مطر بن الفضل حدثنا يزيد بن هارون حدثنا العوام حدثنا ابراهيم ابو اسماعيل السكسكي قال سمعت ابا برده واصطحب هو ويزيد بن ابي كبشه في سفر فكان يزيد يصوم في السفر فقال له ابو برده سمعت ابا موسى مرارا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مرض العبد او سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا